السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد، هذا استاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف لي الكبير. اليوم احنا عندنا مقام الصبا وكيف تقسم عليه. قبل ما ابدي الدورات الموسيقية 8 محاضرات في الشهر اشتراك شهري، اللي يحب انه عندي رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، واللي يحب انه اجي البيت في بغداد ندرسه دروس خاصه بتعلم العود، شرف لي الكبير. اليوم احنا عندنا مقام الصبا، طبعا قبل ما ابدي رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو. مقام الصبا ستلاحظ مي كار ياخذ فا سا بيمول مباشره، لا سي بيمول شدي مي فا صل فا مي فا صل لا سي فا سي لا صل فا مي ر. راح اغير لا سي لا، عجب، لا سي لا سي لا صل فا صل فا مي فا مي ر طبعا. اذا انت تلاحظ انه السلالم هي مهمة جدا اذا تعرفها، وايضا اضافة لهذا الموضوع هو طريقة تدريس الاستاذ لك. هل الاستاذ هو اللي يعطيك معلومة حقيقية واللي يعلمك صحيح واللي يعطيك مقامات صحيحة؟ ذاك الوقت انت لازم تعرف انه يعلمك كيف تقسم، مو فقط كيف تقسم، هناك أيضا موجودة عملية الأداء، هذه مهمة في كل المقامات وليس مقام الصبا. عملية ضرب الريشة بهدوء وبتأني حتى تقدر أنت أنه تعجب الناس اللي موجودة أمامك. يعني إحنا هذه فيديوهاتنا هي مختصرة، لكن الكم الهائل هي موجودة بالدورة الموسيقية وحتى بالفيديوهات. أنا هنا ما أقصر من أداء، إذا أنت تعيد الفيديو أكثر من مرة راح تلاحظ أنه أنت المعلومة التقسيم نفسه يكرر. يعني من ذاك أنا قسمت لكم ودي مجد بي، يعني هذا الفيديو أيضا أخذت مقام آخر يكرر أنه التقاسيم دا أكرر التقاسيم، لأن العالم والناس غير طريقة، يعني ما جاي تقدر أنه ما تفهم على الفيديوهات، كل فيديوهات مو فقط عن الفيديوهات مالتي، أنه هي شنو طريقة التقسيم الحقيقية وشون أكشفها. فأنا أشرف لي الكبير مرة أخرى، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، حتى إذا أنتوا تحبون اللي يحب أنه يشترك أو اللي يحب أن يشترك، موجودة فيديوهاتي طبعا موجود حدود يمكن تقريبا 500 أو أكثر فيديوهات متناول بها كثير من التفاصيل، قراءة النوطة، كيفية قراءة النوطة، تعلم التقاسيم. شرف لي الكبير وأهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.